الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد في هذا الوقت المعاصر رقاب تعتق؟ الله أعلم، ما نعلم شيء في هذا. يقولون في أفريقيا، الله أعلم، ما ندري. كان في وقت الشيخ بن باز رحمه الله يقال إن فيه رقاب، وكان يرسل لإعتاقها توسط في ذلك، وفي آخر الأمر الشيخ توقف عن هذا لأنه تشكك في أنه يوجد رقاب، فتوقف عن هذا رحمه الله وأغلق المكتب الذي كان يتوسط في هذه الأمور. فمن ثبت لديه أن فيه رقة فإنه يعتق، أما مجرد شائعات فالناس يبحثون عن الفلوس اليوم ويكذبون لأجل يأخذون الفلوس. لازم يتثبت من صحة الرق هذا. أما يقولون لا، ما يبنى عليه حكم، وهذا شيء في الذمة، كفارة في الذمة. نعم.